يقول: أنا طالب علم وأريد أن أقرأ الفقه، وما هي الكتب التي تنصحونني بها؟ إن كنت تدرس الدراسة النظامية فالكتب هي المقررات التي قررت على المراحل الدراسية، تعتني بها فقه وتوحيد ولغة وحديث وما إلى ذلك من العلوم. أما إن كنت تقرأ على المشايخ، المشايخ هم اللي حددون لك الكتب التي تقرأها عليهم.